التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. هكذا نجدد اللقاء مع استمرارية انطلاقات أشواطنا في صباحية هذا اليوم. شاهدنا 8 أشواط. هنيا لكل الفائزين في صباحية هذا اليوم. مع الأشواط الماضية ينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة وهو شوطنا التاسع، ويعتبر أول أشواط أبناء الغبايل الخاص بالإبكار المحليات. الأصايل انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها لجميع المشاركين. نبدأ مع المركز الأول هذه البرمجة. سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري يتقدم على المركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني. الفائز ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتقدم مع المركز الثاني في هذه اللحظات. أو هذا شعار مسري متواجد مع هذه الانطلاقة. قدمنا شوي، خلينا نتابع الرقم من الجانب الآخر. هذه مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء، ظن نعم المسري بن سالم بالعرطي الحميري، بينما في المركز الثالث. وفي المركز الثالث هذه شواهين محمد بن بخيت بن معيوف العويسي، بينما في المركز الرابع. وفي المركز الرابع من حاف سعيد بن عبد الله بن عبيد بن دبيلة على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس هذه الفائزة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتقدم شعار الأميخ مع المركز الخامس، بينما في المركز السادس. وفي المركز السادس طفرة حمد بن سيف العبد النعيمي مع المركز السادس، بينما في المركز السابع سمحة حمد بن سالم بن علي النيادي. أما في المركز الثامن دخول بدأ الآن من قبل الضبي سعيد بن حرام بن سعيد الاكتبي، بينما في تاسع المراكز. وفي المركز التاسع، في المركز التاسع أيها الأخوة الكرام هذه الكايدة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، بينما في عاشر المراكز شواهين سهيل بن مسعود بن غصرة العامري. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء النتيجة للعشر المراكز الأولى، وفينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات. ولكن نعود من جديد إلى مقدمة الشوط وإلى البداية الأولى بعد ما تممنا ندائنا للمراكز الأولى المتقدمة. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول. وهنا على الصدارة البرمجة سعيد بن عيلان بن عبد الله
المهيري، بينما في ثاني المراكز تقدمت أوتار سعيد مسليم بالأسود العامري، بينما في المركز الثالث هادي ظن مسري بن سالم بالعرقي الحميري، بينما في رابع المراكز غادم شواهين محمد بن بخيت بن معيوف العويسي على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت سمحة حمد بن سالم بن علي النيادي يأتي على المركز الخامس في هذه اللحظات. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الانطلاق، على هذا التحدي الرائع اللي نشاهده في انطلاقات أشواط صباحي هذا اليوم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الكيلو والمتر الأخير، الكيلو والمتر النهائي، بدأت جولة الأوامر، جولة الأوامر مع 800 متر الأخير. البرمجة لسعيد بن عيلان المهيري، بينما ظن مسري بن سالم بالعرطي الحميري يتقدم مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث غادم أوتار سعيد بن سليم بالأسود العامري مع المركز الثالث في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة. لكن لعل العودة إلى المقدمة، العودة إلى البداية، العودة إلى الصراع، إلى التنافس الذي يدور على مقدمة الشوط على المركز الأول. الله ما شاء الله ما شاء الله على هذا الأداء. ظن المسري بن سالم بالعرط الحميري في مقدمة الشوط في المركز الأول في الصدارة الأولى، هذه الآن طارت إلى الفوز إلى الانتصار. تهانينا المسري بن سالم بالعرط الحميري على فوز ظن وانتزاعها لناموس هذا الشوط. لحظة وصولها إلى خط النهاية حققت هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني مشاهدي الكرام وصلت اللي هي البرمجة سعيد عيلان بن عبد الله المهيري. المركز الثالث وصلت مشاهدي الكرام أوتار سعيد مسليم بالأسود العامري. هكذا مشاهدي الكرام التوقيت الزمني 7:37 التوقيت الأفضل يتسجل في صباح هذا اليوم مع ظن مسري بن سالم بالعرق الحميري. تهانينا وناموس للجميع.